حديث العرب كما نعلم جميعا حديث شجون، وما تصورش ان يعني بين العرب حديث الا ما هو يبدا بالبكاء على الاطلال وينتهي باغنيه الاطلال من كل صوت. انا بتشرف وبعتز طبعا جدا يعني ان انا موجود مع استاذتنا الكبيره الرائده الاعلاميه والمذيعه الكبيره والمعلمه العظيمه الاستاذه دوريه شرف الدين في برنامج حديث العرب. عموما يبقى ان انا في رحابه شديده مع استاذه كبيره، وربنا يسهل ونقدر نقدم حوار يعني يضع نورا في القلوب وفي العقول، ونقدر نقول كلمه مختلفه، ونقدر مع بعض ان يعني نفتح افاق وافق في عده دقائق محدوده لعده ازمان قادمه باذن الله. شكرا جدا.